وادي اللجنة كمان ناقصين تأخيرة. يا صباح الورد يا بهجة باشا. صباح الخير يا سيدي. وانا كل ما اروح انت تطلع لي موقفيننا ليه؟ ما انتوا شايفين الرخص وعارفين العربيه، ولا الوزير معادي النهارده كمان؟ لا يا فندم، الوزير مش معادي، وانا لا يمكن استجري ابص في رخص معاليك يا بهجة بيه. ده انا تتقطع ايدي وتتخزع عيني قبل ما ابص في رخص معاليك. امال ايه؟ انا جاي اصبح. انا وقفت في لجن كتير قوي يا باشا، فتشت عربيات كتير قوي، انما عمري ما شفت عربيه بالطعام دي. كلام سعادتك الساخر ده يا باشا معناه ان انت مش مصدقني، بس اقسم بالله يا باشا ان دي الحقيقه. عارف يا باشا، في الويك اند لما حضرتك ما بتوصلش الاولاد المدرسه اقول لك ايه؟ بس بتوحشني العربيه قوي 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 يا بهجة بيه. بحس ان اللجنه ناقصها حاجه. يلا انا مش هعطلك، طريقك اخر. ايه ده انسه كوسي؟ معلش ما خدتش بالي خالص. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. اتفضل، طريقك اخضر يا باشا. ما خدش بالك انت خالص. اتفضل يا باشا. الواد ده شكله مش ظابط، ده مجنون باين عليه. هو انت بتقول له كل ما اروح في حته تطلع لي؟ هو انت شفت فين قبل كده؟ في الكباريه. كان بيعمل ايه في الكباريه ده؟ مش عرفت. اذا كنت انا نفسي ما اعرفش انا كنت بعمل ايه في الكباريه. طيب وماما عارفه ان حضرتك رحت الكباريه؟ لا ما تعرفش. طيب اوعى بقى تقول لها، عشان احنا مش ناقصين، احنا بنلصمها. اذا كانت هي عرفت ان انا اتقفشت في شقه مشبوهه هخبي عليها انا كنت في كباريه؟ البنت دي عبيطه باين. مفيش أي حاجة، سعادتك زي الفل. أنا حاسس إني اتلوحت يا دكتور، عضلاتي مشدودة شدة فظيعة، ألم لا يطاق. سعادتك عملت مجهود زيادة عن المعتاد امبارح؟ مجهود العادي، ما عملتش عمل خارق يعني. سعادتك شلت حاجة تقيلة مثلا؟ نعم. يعني نقلت الترابيزة بتاعت سعادتك، حركت المكتب مثلا؟ ايوه، بس انا كنت بشيل اكتر من كده زمان. السن برضه سعادتك. ماله السن؟ انا لسه في ذروه شبابي، ولا انت شايف غير كده؟ لا 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 يا فندم، سعادتك بسم الله ما شاء الله، بس هنحتاج راحه على الاقل 24 ساعه في السرير، وهناخد معاها المهدئات والمسكنات دي، وان شاء الله كله يبقى تمام. طبعاً مش عايز أنبهك يا دكتور، الزيارة دي زيارة سرية، مش عايز بني آدم يعرف بيها. أكيد طبعاً يا فندم، مش شايفها إن شاء الله. حسين قال سيف بيه خير. اتفضل. انا اسف على الزياره المفاجاه دي، بس انا كنت محتاج خدمه من حضرتك. اوعى تكون جاي تشوف الرخص. لا رخص ايه ده كلام يا انسه بوسي، هاجي اشوف رخص هنا برضه؟ تسمحي لي اقول لك يا بوسي على طول؟ اكيد طبعا، انا اصلا ما بحبش التكليف. انا اقول لك يا بوسي وانت قولي لي يا سيف بيه. ماشي يا سيف بيه. انا اصلي كان عندي واحد صاحبي غلبان قوي، والله لو شفتيه هيصعب عليكي. الواد ده هيتجوز جديد، فكنت عاوز اخدمه. اؤمر. هو عاوز يطلع شهر عسل هو ومراته، فكنت عاوز اعرف اقتراحاته. عاوزين نعمل له شهر عسل كده ايه طائق، فيعني كنا عايزين نستعين بخبرتك. هو الموضه دلوقتي الكل بيعملوا شهر عسل، بيروحوا اما الفار ايست يا مالديف ايلاندز يا تايلاند. ايه ايه ده؟ ايه الحاجة دي بلاد حوالينا؟ اه لا ما تهيالي ده، هو مش هيعرف ينطقهم كمان. لا اصل انا صاحبي ده على قده ومحوش قرشين، عايز يطلع يفرتكم في شهر العسل. ليه بقى؟ عشان يفضل كسر عين مراته سنتين ثلاثه، اي خناق يقول لها ما انا صرفت عليكي ووديتك وتنيلت والكلام ده. على قده دي كلمه مطاطه، على قده لدرجه ايه يعني؟ يعني كنا عاوزين شهر عسل ملموم كده. شهر عسل ملموم.
طيب ممكن ياخدوا كروز في اوروبا ودي تعمل لها حوالي 7-8000 دولار للفرد الواحد. 7-8000 دولار هو ده اللي ملموم؟ عايزين حاجه اقل شويه. اوديهم فين يعني؟ يروح شرم الشيخ والغردقه؟ طب رحله زي دي ممكن تتكلف قد ايه؟ هيقعد قد ايه؟ اسبوع. بالاوتيل والطيران؟ اكيد. فول بورد؟ طبعا اكيد مش هيخليها تطبخ في شهر العسل يعني. يعني دي تخش لها في حوالي 20. 20 ايه؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ يا بوسي انت كده بتدمري حياه زوجيه من قبل ما تبدا. يعني عايزين حاجه اقل شويه، خليكي حنينه. حنينه ايه؟ لما صاحبك ده غلبان قوي كده يتجوز ويعمل شهر عسل ليه؟ بيحبها. مادام هو بيحبها وهي بتحبه يبقى مش ضروري شهر عسل. اي حته يروحوها مع بعض يبقى شهر عسل. اللهم صل على النبي. يا والله العظيم ثلاثه، انا اتعلمت دلوقتي درس عمري ما اتعلمته في حياتي. لو بيحبها يبقى اي حته تبقى شهر عسل. انا مش عارف اشكرك ازاي. يا ايه ده؟ ايه ده؟ درس ايه الكلام ده؟ بيتقال من مليون سنه. هات لك اي فيلم هتلاقي من الكلام ده كتير. طب في فيلم معين ولا اي فيلم؟ بجد انا مش هنسالك الخدمه دي يا بوسي، ويا رب اعرف اردها لك. فرصه سعيده قوي يا بوسي. انا اسعد. يا ايه يا سيف؟ سيف بيه كنت احسن. طب مش عاوز اي حاجه؟ شكرا، كله رخصه تمام. وطيب ماشي، ده هنسال. مع السلامه. مامي حبيبتي وحشتيني. طب كده تمشي يا مامي تسيبينا؟ نقول عليكي. اكلي ما وحشكيش يا عيشه؟ كرومبي ما وحشكيش؟ والله وحشتوني وانا اقدر استغنى عنكم. بصي بقى يا عيشه، احنا جايين ناخدك كده هو هيلا بيلا ونوديك البيت. بس يا فرح بس ما تفتحيش كلام في الموضوع ده. طمنوني الولاد عاملين ايه؟ العيال في حاله يرسى لها يا عيشه. بحط لهم الاكل على الترابيزه واشيله زي ما هو. نفسهم مسدوده. والله زمان يا فروحة يا بنت، مفيش مرة تقولي أروح أسأل على خالتي لما ماما جت شفناكي. والله وحشتيني يا خالتي. اتفضل يا شلبي. إيه ده؟ ده خشاف. والله أحلى حاجة فيه إنه مش في الموسم بتاعه. أصل الحاج مهدي بيحبه قوي وما بيمنعهوش من البيت. أنت عارفة بقى، ده لو حطينا عليه شوية مكسرات على شوية قراصيا وجبنا صوص الفراولة كده وقلبناه فيه يديله لون على نقطتين موارد، هيبقى حكاية. في ايه يا شلبي؟ احنا جايين نتكلم في الخشاف ولا في عيشة؟ حاضر حاضر. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا روح خالتك؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ اتفضل. ماما وسهلا. سوسو وحشتيني يا ماما. انتي فين؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سوسو؟